الحوارات والتفاهمات وتغيير الخارطة السياسية العراقية. الإطار التنسيقي يؤكد أن لن يقصي أي طرف في تشكيلة الحكومة الجديدة. عواصف البيت السياسي تبعثر لجان البرلمان وكتل تدعو إلى إعادة هيكلتها، فماذا يقدم في الفصل التشريعي الجديد؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدي الأحبة في حلقة جديدة من حصاد الأيام. الكتل السياسية تحث الخطى لتشكيل الحكومة المقبلة اللي مضى على عمرها أكثر من 8 أشهر وما زالت الخلافات تحفها من كل جانب بسبب تعثر عملية تشكيلها نتيجة تمسك بعض الأطراف بمواقفها بعد إعلان الكتلة الصدرية انسحابها من البرلمان وترك الساحة إلى الإطار لتشكيل الحكومة. جرت العديد من الحوارات لتقريب وجهات النظر والمضي بإنهاء الانسداد السياسي وتشكيل حكومة توافقية يشارك بها الجميع عبر العمل على حل عقدة منصب رئيس الجمهورية بين الأحزاب الكردية والمضي بتسمية رئيس مجلس الوزراء اللي راح توكل إلى مهمة اختيار كابينته المقبلة والمضي بمعالجة أخطاء حكومة تصريف الأعمال. أما في الجانب الآخر فهنالك انهيار وشيك يهدد عمل مجلس النواب ودوره التشريعي وسعيه إلى تمرير القوانين المهمة والمعطلة في آن واحد خلال الدورة الحالية، وذلك بسبب المتغيرات السياسية الأخيرة، استقالة الكتلة الصدرية من مجلس النواب، الأمر اللي اعتبر مراقبون للمشهد السياسي بأنه سيلحق تأثير سلبي على عمل اللجان النيابية المشكلة في البرلمان واللي تتركز مهمتها على مناقشة القوانين خلال العطلة التشريعية التي انطلقت قبل أسبوع واحد لتمهد لمرحلة إقرارها والتصويت عليها تحت قبة البرلمان، خصوصا في الوقت اللي كانت فيه الكتلة المستقيلة تشغل رئاسة عدد كبير ومهم من تلك اللجان، فيما شكل نوابها حصة الأسد داخل عضوية اللجان الحيوية والمرتبطة بحياة المواطنين خصوصا في الجانب المالي والمعيشي. إذا مشاهدينا في حصادنا لهذا اليوم راح نناقش كل هاي التداعيات مع ضيوفنا الكرام، تتفضلون بقاء ويانا ومتابعتنا. مجددا حياكم الله. أكد النائب عن تحالف الفتح محمد البلداوي أن الإطار التنسيقي عازم على ضمان مشاركة جميع الأطراف السياسية وعدم تهميش أي منها في التشكيلة الحكومية المقبلة. البلداوي أشار إلى أنه لا يوجد أي توجه أو نية لإقصاء الديمقراطي أو السيادة من المشاركة بتشكيل الحكومة الجديدة، لافتا إلى أهمية إشراك جميع المكونات في العملية السياسية. نفتح وياكم مشاهدين الأحبة هذا الملف، لكن بعد أن نشاهد التقرير اللي يعدوا أن الزملاء في غرفة الحصاد. ربما هي الأيام الأخيرة لحالة الانغلاق السياسي الذي تشهده البلاد، فالمؤشرات البيانية التي تؤكد إعادة التوازن ومراكز القوة لصالح الإطار الشيعي وتمكنه من تحقيق حكومة شراكة وطنية لا يقصى فيها أحد باتت قاب قوسين أو أدنى، وهذا ناتج حتمي لكم كبير من الحوارات والاجتماعات التي أخذت على عاتقها جمع الأضداد وتقريب وجهات النظر بغية الإسراع في تشكيل حكومة تكون على قدر تحديات المرحلة. وفي طريق هذه النهاية الحتمية للانسداد السياسي، فإن أولى مؤشرات الإعداد والبدء بالتركيبة الحكومية تبدأ خطواته العملية باتفاق الكرد على مرشح واحد لرئاسة الجمهورية. فالمتغيرات الأخيرة التي طرأت على الساحة السياسية ودعوة الإطار في مخرجات اجتماعاته مختلف البيوتات السياسية للالتئام قد تقرب من مسافات تشكيل هذه الحكومة. ومع هذه المقدمات التي تشير إلى تقارب الأداء والأهداف، تبقى بوصلة البحث السياسي عن برنامج حكومي يعمل على تذليل الصعاب وتحسين الأوضاع الخدمية للمواطنين على رأس قائمة اهتمامات قوى الإطار الشيعي، فالوضع العام لا يحتمل الإبقاء على حكومة تصريف مهام وقوانين بديلة
وعليه لابد من مواصلة الحوارات واللقاءات الجانبية التي ما زالت تسير باتجاهها الصحيح. مرحبا بكم مجددا، حياكم الله مشاهدي الأحبة، ورحب بضيفي الكريم أستاذ محمد العقيلي مدير مركز شؤون العمل للدراسات الاستراتيجية. حياك الله أستاذ محمد. حياكم الله. أستاذ محمد، أسأل حضرتك بالبدء، هنالك حديث عن اجتماع برعاية رئاسة الإقليم يجمع الأحزاب الكردية، حسب ما اطلعت عليه ما هي مخرجات هذا الاجتماع؟ على ماذا سيركز؟ متى سيعقد؟ شكرا جزيلا على هذا الاستاذ. استاذ احمد، تحيه لك والى الضيف الكريم وكذلك الى جمهور قناتكم الموقره. يعني اعتقد الاخوه في اقليم كردستان بشقيهما البارتي وكذلك اليكتي هما الان باتا مدركين ان الاطار التنسيقي جاد في عمليه تشكيل الحكومه، بل جاد حتى في تسميه من يرأس الحكومة، ولديه برنامج حكومي يعني الآن هو في طور الإعداد. فبالتالي أي مناسبة تكون هي ملائمة الظروف وملائمة الأجواء بانعقاد جلسة لتسمية رئيس الجمهورية أو لانتخاب رئيس الجمهورية بحضور ثلثي أو أكثر من ثلثي أعضاء مجلس النواب، هذا بات قريب وبات يعني مما لا شك فيه أنه واقع الأمر. فبالتالي لابد أن يكون هناك اتفاق ما بين الحزبين على اختيار شخصية لرئاسة الجمهورية. قبل هذا الحدث يعني انعقاد القوى السياسية في إقليم كردستان لاجتماعهم أو لإجماعهم على بوصلة أخرى تختلف عن البوصلة السابقة التي كانت تنص على نحن ندخل بمرشحين، المرشح للحزب الديمقراطي والحزب الاتحاد لديهم مرشح ويتم التصويت ولمن تكون الغلبة. 2018 كانت قاسية على الديمقراطي، وذلك عندما كان فؤاد حسين مع السيد برهم صالح كانوا متنافسين، فمالت الكفة بالتصويت إلى السيد برهم صالح أي إلى الاتحاد بخلاف رغبات الديمقراطية. الآن هم لا يريدون أن يعيدوا هذه الكفة، لأنه كفة التصويت وكفة الأرجحية إلى التحالف الثبات الوطني الذي يقوده الإطار التنسيقي. فبالتالي ما عاد في طريق آخر تسلكه القوى السياسية في إقليم كردستان غير الاتفاق. الاتفاق أرجحية الاتفاق باعتقادي هي إلى يعني حزب الاتحاد في السليمانية، لأنهم ثبتوا على موقفهم السياسي مع الإطار التنسيقي، ولربما وصلوا إلى مرحلة التحالف الكبير والوثيق، وهم مع فكرة الحكومة التوافقية. أما الديمقراطي ذهب باتجاه التحالف مع التيار الصدري بفكرة حكومة الأغلبية، وعندما انسحب التيار الصدري من البرلمان انكشفت يعني الظهر إلى السيادة وإلى الديمقراطي. فالبوصلة بالتفكير أو اتجاههم الميل ذهب باتجاه من الفكرة يعني حكومة الأغلبية إلى حكومة التوافقية، هذا أضعف موقف الديمقراطي وأضعف موقف السيادة. فبالتالي هناك أرجحية، فلا بد من أن تكون هناك تنازلات من القوى السياسية في إقليم كردستان باتجاه تسمية وحسم هذا الملف، من هو رئيس الجمهورية وإلى أي حزب يوكل هذه المهمة في إقليم كردستان. باعتقادي المسألة يعني ما في تعقيد أكثر، لأن في مناصب حكومية، في مناصب برلمانية في إقليم كردستان، وفي مناصب في بغداد. من الممكن أن تكون هناك تفاهمات، لا أقول صفقة، من الممكن أن تكون تفاهمات. ما يجري في الإقليم من
يعني مكاسب وتقاسم إلى السلطة، من الممكن أن تكافأ وتعادل مع بغداد، أي أن في إقليم كردستان تكون أغلب المناصب إلى الديمقراطي، في قبل ذلك رئاسة الجمهورية في بغداد إلى الاتحاد ووزارة الخارجية أو ما تمثل من وزارات سيادية أخرى لربما سوف يتم التفاهم عليها هي لحصة الديمقراطي. أنا أعتقد هذه المسألة سوف تكون فيها إن في فراجة قريبة، ولا أعتقد سوف يأتون إلى البرلمان عندما يعني يعقد أن يكونوا بمرشحين. أنا أعتقد هذه المرة سوف يتم الاتفاق فيما بينهما على مرشح واحد. أما مكان الانعقاد لا أعتقد هو في الضرورة أين يكون الانعقاد، في توك أو في السليمانية أو في أربيل، بقدر ما أن هناك في يعني نوايا صادقة، في هناك ثقة متبادلة نسبية ما بين الأطراف المتخاصمة في إقليم كردستان باتجاه تسمية والاتفاق على من هو رئيس الجمهورية. طيب، أرحب بضيف الكريم أستاذ مهدي عبد الكريم، عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، انضم معي في الاستوديو ضيفا كريما. ويشير السيد العقيلي إلى سيناريو 2018. أستاذ مهدي، هل ترى بأن هذا السيناريو راح يتكرر؟ هل لدى الحزب الديمقراطي مخاوف تجاه الذهاب بمرشحين اثنين إلى قبة البرلمان، أم أن المرشح الواحد هو الذي سيكون مطروحا أمام مجلس النواب؟ بداية بسم الله الرحمن الرحيم، تحياتي لجنابك وقناتك ومشاهديك المحترمين وإلى أخي وصديقي العزيز العقالي المحترم، مشتاقين صار فترة من المشاهدين. ذكرت جنابك وذكر أخوي العزيز الغالي، بس أنا أحب أنوه أنه أولا كتوجيه من زعامة الحزب الزعيم مسعود البرزاني وقبل يوم، أنه المباحثات الجادة ستكون بعد خاصة ما يخص رئاسة الجمهورية بعد العيد إن شاء الله، عطلة العيد، وسوف تكون هي نهاية العطلة التشريعية أيضا، ستكون المفاوضات الجادة مع جميع الكتل السياسية ما يخص منصب رئاسة الجمهورية. فقرة أرد أن أنوع عليها أنه الحزب الديمقراطي الكردستاني أو التحالف الثلاثي أو الأخوة بالسيادة، عمر الحزب الديمقراطي الكردستاني مضعف، لأنه إلى وزنه، إلى مكانته، إلى قوته، إلى 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 تاريخه، أعتقد اللي يجعل أنه يكون دائما في أي تشكيل حكومة أو في عملية سياسية وجوده ضروري في هذه العملية. لم يشير السيد العقيلي إلى ضعف الديمقراطي، ولكن أشار إلى كشف الظهر. لا أنا وياك، هو مشروع صاحب التيار. إذا تسمح لي، هو مشروع، هذا المشروع أعتقد إذا في هذه يعني في هذه المرحلة لم يطبق، نجح السيد سماحة السيد مقتدى الصدر في وضع الأساسات القوية لهذا المشروع، اللي هو أعتقد حتى لدى الأخوة الإطار التنسيقي كان لديهم هذا الطموح أن يكون لكل أفراد الشعب العراقي، لأنه حكومة أغلبية قوية تستطيع أن تتحمل مسؤولية النجاح والفشل. أما انتهاء في هذه المرحلة، أعتقد وضعوا الأساس لهذه المشروع للانتخابات القادمة، وسوف تكون هي هذه المطلب الأول في الانتخابات القادمة، باعتبار هو مطلب شارع كان. هذا جانب. جانب الثاني بالنسبة لدخولنا إلى قبة البرلمان، صحيح في 2018 كانت موجودة واعتبرت يعني مسألة طبيعية، باعتبار أنه جرت انتخابات داخل مجلس قبة النواب وفاز الدكتور برهم صالح في حينه. أما الآن متغيرات كثيرة، وإن كان هناك ما ذكر أخوي العزيز أنه دعم الأخوة في الثبات الوطني أو في الإطار التنسيقي إلى مرشح الاتحاد الوطني، ممكن يكون هذا، ولكن في هذه المرحلة أعتقد بعد تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر وبعض الأمور اللي حدثت قبلها، أنه عفو عن المجرم المخدرات اللي كان علي مؤبد، إضافة إلى عدم توقيع الدكتور برهم صالح على تجريم الكيان الصهيوني أو التعامل معه، هذا أثر يعني حتى داخل الأخوة في الإطار التنسيقي، أعتقد جعل نوع من الإرباك لديهم، ممكن ما يصوت باعتبار أنه الآن موجود شارع قوي، شارع موجود متمثل بالكتلة الصدرية، والكل يعرف أنه صار حوالي يومين ثلاثة أكثر تهيئة لأنه تكون هناك مظاهرات، وأعتقد هذا واحدة من الأساليب المحفزة أيضا تكون إلى الأخوة في الإطار من أجل تشكيل حكومة قوية قادرة تستطيع أن تتحمل مسؤوليتها بكل ما تعني أمام التحديات التي تواجه البلد الاقتصادية السياسية الاجتماعية، إضافة كل هذا فتحافز يكون أمام الشارع اللي موجود
إضافة إلى انتخاب رئاسة الجمهورية، أعتقد سيكون هناك مشكلة إذا تم إعادة وجهة نظري الخاصة دكتور برهان صالح بالنسبة للشارع وبالنسبة للكتل السياسية حتى المنظمة داخل الإطار. نعم. أما إحنا بالنسبة لنا أعتقد مرشحنا الوحيد لحد هذه اللحظة السيد ريبير أحمد، وأعتقد هناك خلال الأيام القادمة ستكون هناك مباحثات جادة مع الأخوة في الاتحاد باعتبار أنه لدينا مشتركات كثيرة وليس فقط مشكلة. طيب. يعني المشكلة الموجودة رئاسة الجمهورية ليس هي المشكلة الوحيدة، ولكن كانت كثير من المشاكل تم حلها وتم وجود وضع آليات حل إلها من حيث تم تشكيل لجان حل هذه المشاكل، الانتخابات، وضع الانتخابات، تاريخ الانتخابات، النفط والغاز في إقليم كردستان، المشاكل الموجودة بين إقليم. طيب لما حضرتك تحدث أستاذ مهدي عن المشتركات بين الحزبين الكردستانيين، طيب أيضا نبحث عن المشتركات أستاذ محمد عن الديمقراطي والسيادة، بالتالي هل هنالك تنسيق للمواقف؟ هل هنالك مطالب محددة يشتركان في تحقيقها؟ يعني أعتقد المشتركات هي موجودة ما بين أغلب الأطراف السياسية، خذ على سبيل المثال حتى المشتركات ما بين الإطار التنسيقي والتيار الصدري هي أكثر من ما مختلف عليه ويشاع عن اختلافه في وسائل الإعلام. لكن للأسف في مبدأ في العملية السياسية هو كل شيء يعني مشترك ويشترك فيه يتجمد ويتم التركيز على ما هو مختلف عليه، فتتضاعف المشتركات ما بين الكتل السياسية بالمختلفات. وللأسف هذه يعني ليس فقط بين التيار الصدري والإطار، بل حتى ما بين الديمقراطي والاتحاد فعلا بينهما مشتركات كثيرة لربما أكثر من باقي الكتل السياسية. أما السيادة والديمقراطي أنا أعتقد يعني نسبيا إذا يعني حسب تحليلي لما يجري في واقع الأرض، المشتركات ما بين الديمقراطي والسيادة هي أقل من المشتركات ما بين حتى الديمقراطي والإطار التنسيقي، ما بين الديمقراطي والاتحاد. لكن كان هناك يجمعهما شيء اسمه التحالف الثلاثي. هذا التحالف الثلاثي نجح في خطوة ولم ينجح في خطوات، نجح فقط في يعني تسمية رئيس البرلمان ولم ينجح في استمرارية انعقاد لجلسات مجلس النواب بالثلثين، بينما الإطار عندما انسحب التيار الصدري دعا إلى جلسة طارئة فقط الحضور من دون المنسحبين من التيار والذين يحلون مكانهم خارج قوس 73 مقعد، كان حضور 202 نائب في البرلمان. هذا ماذا يدلل؟ يدلل على أن المشروع الذي يقوده الإطار التنسيقي هو يسير بثبات عالي. الثبات أولا ذهب باتجاه التماسك يعني أطراف الإطار التنسيقي، ثانيا تفتت التحالف الثلاثي أمام هذا الثبات والصمود للإطار التنسيقي بفكرته. فبالتالي الديمقراطي والسيادة هسه الديمقراطي سوف لن يتفكك لأنه فيه قيادة موحدة وفيه يعني زعامة سياسية، لكن السيادة سوف يتفكك أكثر. يعني عندما انسحب أحمد الجبوري أحد أضلاع يعني السيادة ولربما هناك انسحابات أخرى، هذا يضعف المشتركات ما بين السيادة والديمقراطي. طيب. يقلل أواصر الاشتراك وأواصر التعاون وأواصر التفاهم السياسي ما بين السيادة والديمقراطي، بالنتيجة سوف يقلل من مقاعد الديمقراطي والسيادة قبال المقاعد الكثيرة، سيما أن الديمقراطي والسيادة اعترفا مبدئيا هم مع الأغلبية أي مع أغلبية المقاعد، فبالتالي عندما يكون أي تصويت من قبل الإطار التنسيقي وتحالفه الثبات الوطني لا أعتقد سوف تكون هناك اعتراضات يعني من قبل الديمقراطي والسيادة، لأنهما سبق وأن مارسا الأغلبية داخل قبة البرلمان بتسمية اللجان أخذت بالأغلبية وتسمية رئيس مجلس النواب بخلاف إرادة يعني بعض أطراف من الإطار التنسيقي وعدم الاتفاق على رئاسة الجمهورية. إذن اللعبة القادمة أو السيناريو القادم، لا أقول لعبة، هو سيناريو المقاعد التي سوف تصوت إلى أي من المشروع أن يذهب باتجاه الإنجاز أو النتيجة. مشروع أو سيناريو انتخاب رئاسة الجمهورية أنا أعتقد الكرة في ملعب الأخوة في إقليم كردستان، الأحزاب في إقليم كردستان لابد لها أن تتفق، أولا تخفف على نفسها الضغط،
ثانيا تخفف على نفسها الإحراجات، لأن إذا صار أي تصويت يذهب باتجاه باتجاه طرف دون أطراف أخرى سوف يكون إحراج للأطراف الأخرى، وكل الأطراف يعني محترمة وكل الأطراف مهمة في العملية السياسية مهما صغر حجمها أو كبر حجمها. وأكو هناك أستاذ محمد، عفوا المقاطعة، أكو شروط وضعها التحالف الديمقراطي أستاذ مهدي، يعني كيف تقيم موقف الإطار التنسيقي من هذه المطالب اللي وضعها الديمقراطي للمشاركة في تشكيل الحكومة؟ جنابك اعرف انه البيان اللي انطرح داخل قبة البرلمان الاستاذ احمد الاسدي هو كان بيان واضح للاطار التنسيق والكلفة السياسية المنضوية تحته، انه مبدا التوافق والشراكة والتوازن اللي طرحه الزعيم مسعود البرزاني والعمل به. اعتقد هذا كان رد موافقة مبدئية على المتطلبات او الثوابت الحقيقية اللي ياخذها يعمل عليها الحزب الديمقراطي الكردستاني. هذا جانب. الجانب الثاني اعتقد الاغلبية اللي موجودة اذا نسمعها او نعرف انه مثلا بالمكون السني الان الاغلبية لمن؟ للسيادة، لجماعة السيد محمد الحلبوسي والسيد الخنجر، باعتبار انه لديه الاغلبية بالمقاعد. المقابيل العزم اللي عنده 19 مقعد و18، بينما هنا موجود الاعداد مالته. حتى بالنسبة للكرد اعتقد الحزب الديمقراطي الكردستاني تعتبر هي الاغلبية للمقاعدة، وهذا ما يجعله يكون لديه الأفضلية في العملية السياسية أو أي عملية سياسية في موجودة. هذا بالنسبة للأغلبية. ثلاثة، بالنسبة لشخص رئاسة الجمهورية أعتقد خلال الأيام القادمة ستكون هناك مباحثات مما ذكرت جنابك، خاصة ما يخص رئاسة الجمهورية، والقيادة تعلم وتعرف بما يهم هذا المنصب. حزب الديمقراطي الكردستاني يرغب أن يكون لديه هذا المنصب باعتبار أنه لمدة من 2006 ليومك هذا أنه الأخوة في الاتحاد متمسكين بهذا المنصب، ويرغب الحزب الديمقراطي الكردستاني أن يفعل هذا الدور، أن يكون لديه روح جديدة، وأن يكون من نصيبه هذا المنصب باعتبار أنه تغيير أولا بعملية رئاسة الجمهورية، إضافة إلى المناصب الموجودة ممكن تكون للأخوة في الاتحاد إن كانت في الإقليم كردستان وفي بغداد، هذا ما موجود متداول بين الحزبين. نقطة والأهم منها كلها هي أنه أستاذ الفاضل أنه يعني يجب أن يكون أنه في 2018 دخلنا بمرشحين وانتهت، يعني فاز دكتور برام صالح باركنا له وراء مشت العملية السياسية حتى بيننا بين الأخوة في الاتحاد كأنه شيء لم يكن وطبيعية كانت الأمور أيضا في هذه المرحلة. وإن كان لدينا مرشحين شنو المشكلة؟ يعني خلي تكون عندنا مرشحين اثنين واللي يفوز بالتصويت إلى مبروك نقول له، وهذا اللي ما سيكون إذا كان بالنسبة يعني الأخوة في الاتحاد. أنا ذكرت جنابك أنه تغريدة سماحة السيد مقتدى الصدر أثرت كثيرا على حتى في داخل الإطار، يعني حتى في الكتل السياسية المنضوية أكو كثير من الكتل السياسية لا ترغب بإعادة الدكتور برام صالح، وموجودين وأعداد معروفة وشخصيات معروفة. ولهذا السبب في هذه المرحلة تختلف عن ما 2018 ممكن أن تكون، ولكن الأيام القادمة هي ستكون فيصل باعتبار أن هناك المباحثات بعد العيد ستكون جادة ومفصلية من أجل حسم هذا الموضوع، والقيادة موجودة وتعرف يعني هي القرار بيدها إن شاء الله. طيب أستاذ محمد، بحسب المصادر يعني هنالك موافقة للكتل السياسية، وأقصد هنا أيضا بالذات الديمقراطي، على المضي في تشكيل الحكومة وفق مبدأ الشراكة، التوازن، التوافق. هل سيتحقق هذا المبدأ وهذه الجزئيات الثلاث في ظل غياب الكتلة الصدرية؟ يعني هو مبدئيا التوافق هو لب العملية الديمقراطية، جوهر العملية الديمقراطية هي القضية التوافقية، خصوصا في بلد متعدد الأعراق ومتعدد الانتماءات. وكرس هذا الدستور العراقي، ذهب باتجاه أنه دستور المواطنة أي دستور المكونات، فبالتالي لابد أن يكون هناك حالة من التوافق. لكن المعيب على التوافق في العملية السياسية في العراق هي المحاصصة والفساد. عندما تكون قضية التوافق موجودة وحاصلة ومبنية على التوازن، هنا الفرق ما بين التوازن والمحاصصة. عندما نذهب باتجاه التوازن وكل مكون يأخذ الوزن الذي هو فيه سياسيا وحسب مخرجات مقاعد الانتخابات، أنا أعتقد هذا شيء من الممكن أن يؤسس إلى قاعدة مستقبلية. أما غياب التيار الصدري عن قبة البرلمان، أنا أعتقد يعني أولا هي سابقة، ثانيا نعم سوف يكون هناك فراغ، من الممكن أن تتحرك أمور أخرى
يعني إن أقصد هنا انعكاس وتأثير سلبي على العملية السياسية نتيجة هذا الانسحاب. هذا يعتمد على التيار الصدري مدى قناعته بالخطوة التي اتخذت من قبله، لربما يكرس هذه العملية، يكرس هذا الإيثار إلى سلوك سياسي يتماهى مع عملية السلوك السياسي التي أدت إلى الانسحاب، وهذا من الممكن أن يؤسس إلى قاعدة في الدورات المقبلة إلى كتل سياسية أخرى. هذا جانب. جانب آخر، بعض الكتل السياسية فيها شقان، الشق الأول يريد أن يستثمر غياب التيار الصدري، كتل سياسية أخرى تريد أن تدق الأسفين ما بين الكتل السياسية نتيجة غياب التيار الصدري وانسحاب التيار الصدري. كلا الحالتين سوف لن تخلق أداء مستقرا للعملية السياسية ولا أجواء ضامنة إلى العملية السياسية أن تكون هناك مناخات طيبة. من الممكن أن يعني يكون انسحاب الأخوة في التيار الصدري هو تحدي للعملية السياسية، لكن المهارة تكمن أين؟ تكمن كيف أن نحول هذا التحدي إلى فرصة. يعني التيار الصدري عندما كان يذهب باتجاه حكومة الأغلبية ولم تكن هناك أطراف توافقه، الآن الساحة والأجواء مهيئة إلى أن تكون هناك حكومة توافقية لا محاصصاتية بل تشاركية حسب التوازنات للمكونات السياسية العراقية، لربما يكون النجاح هو هذه الفرصة، الفرصة التي يبحث عنها المتابع، يبحث عنها الشعب العراقي، يبحث عنها البلد. من الممكن لهذه الفرصة أن تتعاظم فيها الفرص الأخرى بحيث أنه المواطن العراقي يلمس في تحسنات في الأداء الحكومي المقبل. ثانيا، الأداء الحكومي المقبل يفترض أن لا يتركز على رأس رئاسة الوزراء، يفترض أن يتركز على كل الوزارات، كل وزير ماذا أعطى للوزارة وماذا أنتج للوزارة، سواء كان وزير ينتمي إلى المكون الكردي أو للمكون السني أو للمكون الشيعي أو لباقي المكونات الكريمة. هذا هو التوازن. لماذا يذهب الاتجاه إلى رأس رئاسة الوزراء ولم يذهب إلى باقي الوزارات؟ الوزارات لا تقل أهمية عن رئيس الوزراء. الوزارة فيها إمكانيات، فيها موازنات، فيها هياكل تنظيمية، فيها مدراء عامون، فيها وكلاء، فيها موظفون، فيها إمكانيات متاحة للأداء. فكيف تتكون رئاسة الوزراء؟ تتكون من أضلاع، نهايات. هذه النهايات من الممكن أن تكون منتجة. ماذا يفعل رئيس الوزراء إذا مثلا وزارة الكهرباء لم تنتج إلى المواطن كهرباء؟ ماذا يفعل رئيس الوزراء إلى وزير الموارد المائية الذي جاء من كتلة معينة أو وزير الكهرباء الذي جاء من كتلة معينة؟ عندما يقصر الكتلة تدافع عن أخطاء هذا الوزير أو ذاك الوزير. فبالتالي المسؤولية هي مسؤولية تشاركية. عندما نذهب باتجاه التوازن يفترض أن نذهب باتجاه أن تكون التضامنية بالمسؤولية من قبل جميع الكتل السياسية. طيب استاذ محمد، اسمح لي أنه استاذ مهدي نتحدث عن عطلة العيد، نوهت عن حضرتك وسيد الأجيالي بأنه راح تكون هنالك لقاءات حوارات، نقدر نقول من خلال هذه الحوارات راح نبدأ بالعد العكسي لتشكيل الحكومة؟ أكيد. يعني أنا أقول لك إياها يعني ممكن كسبق، أنه حتى الحوارات اللي كانت ابتدائية قبل فترة ماضية وضعت الأساسات اللي ممكن نقول على التوافقات أو الاتفاقات على ما بعد العيد أيضا. هذا واحد. اثنين، أحب أضيف على أخوي الغالي، هي أنه المشكلة يعني إن كانت التوافق التوازن هاي 100% مع كل ما طرحته، ولكن عدم تحمل المسؤولية في حالة الفشل هاي اللي يجب أن تكون في هذه الحكومة. صحيح. يجب أن تكون حكومة تتحمل مسؤولية بكافة بنجاحها وبفشلها لا سامح الله. هذا شيء يساعدك أولا يكون كتلة قوية ظهرة تشرع لقوانين داخل قبة البرلمان، ساعدة في أن يقدم خدمات. هذا واحد. اثنين، أن يكون لديه يعني رئيس الوزراء يجب أن يكون شخصية قوية، يجب يعني ما فقط اعتماد على أن يكون الوزراء. صحيح الوزراء يتحملون مسؤولية ويجب أن يتحملون، كل وزير إن كان كردي عربي تركي أي شخصية كانت يجب أن يتحمل مسؤولية، ولكن قوة وشخصية رئاسة الوزراء يجب أن يكون خاصة في هذه المرحلة، يجب أن يكون قوي صاحب قرار
قرار قوي يستطيع أن يأخذ القرارات اللي مع أخوته ومع الكتل السياسية اللي تدعمه أن تكون قرارات جريئة وقوية، باعتبار أنه البلد يمر بكثير من الصعوبات والتحديات، إن كانت الأمنية والخروقات اللي نمر بها، الاقتصادية، السياسية، الاجتماعية، كلها يحتاج لها قرار قوي من حكومة قوية، من كتل قوية تساعده في قبة البرلمان. أما بالنسبة للمفاوضات، أعتقد خلال ذكرت جنابك وأنا متأكد أنه وضعت يعني لدى كل الكتل السياسية والزعامات السياسية أصبحت الصورة واضحة لديهم، وأعتقد اتفاق 80% على كثير من الأمور متفقين عليها. وبعد العيد إن شاء الله نقول المراحل الأخيرة، إن كانت ما يخص الكرد أولا من ناحية رئاسة الجمهورية سيحسم إن شاء الله، وبقية الكتل السياسية على رئاسة الوزراء وهو الأهم، الشخصيات المطروحة لرئاسة الوزراء أعتقد بالنسبة لرئاسة الجمهورية ممكن حالها، برئاسة الوزراء يجب أن يكون الأخوة في الإطار التنسيقي يتم الاتفاق على شخصية تكون قادرة على تحمل هذه المسؤولية في هذه المرحلة والسير بالبلد إلى بر الأمان. والأحسن والأقوى من هاي أنه أمام هذه الحكومة هناك شارع ينتظر ويراقب، وشارع قوي وهو متمثل، وأنا أعتقد هذا الأمر اللي اتخذ سماحة السيد مقتدى الصدر بالمعارضة هو هذا اللي كان يعني أنه يكون شارع مراقب لكل عملية، وهذا اللي سيكون محفز لهذه الحكومة أن تكون قوية وأن تقدم خدمات وتتحمل مسؤولية عملها، إن كانت ناجحة فتكرم وإن كانت لا سمح الله فشل فتعاقب. أشكرك شكرا جزيلا سيد مهدي عبد الكريم عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني، ضيفا كريما في الاستوديو أثرية الحوار. تتفضل البقاء معي أستاذ محمد العقيلي كي نتابع مشاهدي الأحبة بعد الفاصل. عواصف البيت السياسي تبعثر لجان البرلمان وكتل تدعو إلى إعادة هيكلتها، فماذا يقدم في الفصل التشريعي الجديد؟ حياكم الله مشاهدي الأحبة. كشف النائب عن ائتلاف دولة القانون المنضوي ضمن الإطار التنسيقي جواد الغزالي عن الإجراءات اللي راح يتم اتباعها مع اللجان النيابية بعد استقالة نواب الكتلة الصدرية من البرلمان، وأشار إلى أن اللجان النيابية راح تحتاج إلى سد الفراغ الحاصل نتيجة خروج 73 نائب من التيار الصدري، ولا يمكن أن تكون هنالك إعادة هيكل لأن الهيكلية يعني إعادة توزيع كلي. وأوضح الغزالي أن سد الفراغ سيكون على وفق الاختصاصات وحجم لجنة مجلس النواب ولا يكون وفق توزيعات جديدة. ملفنا الثاني، خلونا نناقش هذا الموضوع بكل أبعاده وتبعاته، لكن بعد أن نشاهد تقرير الزميلة نهى الشمري. عطلة تشريعية للجان النيابية تدخل أسبوعها الأول في مناقشة القوانين ثم إقرارها والتصويت عليها داخل البرلمان. يرى مراقبون أن التغيرات التي طرأت على العملية السياسية من انسحابات للكتل خارج نطاق البرلمان تؤثر على تلك اللجان كون المستقيلين كانوا يشغلون حيزا فيها، مما يسهم انسحابهم بتلكؤ عملها، وهناك من اقترح بإعادة هيكلية اللجان كافة. يعني بعد انسحاب التيار الصدري من البرلمان وهو عدد كبير أكثر من يعني بحدود 73 نائب، وكانوا هؤلاء هم ضمن لجان برلمانية، بالتالي سواء تم هيكلية هذه اللجان بصورة كلية أو تم تعويضها، هذه مسألة ضرورية لابد على البرلمان من القيام بها حتى تكون اللجان مكتملة النصاب. وبالوقت الذي ترنو أنظار الشارع العراقي إلى إقرار قانون الموازنة الاتحادية، الأعذار تعتكز على عدم تشكيل الحكومة إلى الآن، وإعادة هيكلية اللجان النيابية يترك تبعات سلبية بتأخير التنفيذ حسب رؤية المتخصصين. ففي هذا الصدد يصرح الإطار التنسيقي بصعوبة إعادة هيكلية اللجان، وذلك يعني إعادة توزيع كلية،
مقترحا أن سد الفراغ يكون وفق إجراءات الاختصاص وحجم اللجنة في البرلمان. هناك لجان هي مختصة في جانب معين، الذي يرأسها يمتلك اختصاص مخالف ومغاير تماما. لذلك أعتقد أنه اليوم من الضرورات الملحة هو إعادة هيكلية اللجان البرلمانية وإعادة توزيعها بشكل صحيح وموضوعي يساعد على أداء المهام الرئيسية للبرلمان. فرض إعادة نشاط عمل اللجان التشريعي ضروري في المرحلة الحالية، ففي قراءة المتابعين المتخصصين أن التفرد بعمل اللجان والاستحواذ على اختصاصات معينة لربما تولد فشلا نيابيا، خصوصا بعدما أثار موضوع اللجان في دورة البرلمان الحالية جدلا واسعا في الساحة السياسية بسبب تشبث البعض بأغلب اللجان الحيوية والمهمة منها. نهى الشمري، الأيام الفضائية. جددا حياكم الله مشاهدي الأحبة، وجد ترحابي بضيفي الكريم الدكتور محمد العقيلي رئيس مركز الشؤون العامة للدراسات الاستراتيجية. مجددا حياك الله أستاذ محمد، وكذلك أرحب بالدكتورة راقية الخزعلي الخبيرة القانونية، حياكم الله دكتورة. دكتورة، أثار موضوع اللجان النيابية للدورة البرلمانية الحالية نقاط عديدة وجدل واسع بين الكتل السياسية، خصوصا بعد استقالة الكتلة الصدرية، وحذرت كتل أخرى من فشل نيابي يرافق الدورة الحالية بسبب يعني عدم حسم موضوع النواب، النواب البدلاء نقصد هنا. بالتالي دكتورة راقية، شلون تشوفين الموضوع وإحنا راح نقترب من نهاية الفصل التشريعي؟ بداية مساء الخير عليكم وعلى قناتكم الكريمة وعلى مشاهديكم وعلى ضيفكم الكريم، حياكم. فيما يتعلق باللجان النيابية، الحقيقة أنه كواقع تشريعي الدستور العراقي ولا القوانين ولا الأنظمة أيضا الداخلية حاولت أن تعالج مسألة الأنظمة فيما يتعلق باللجان النيابية عفوا، لم تحاول معالجتها، وبالتالي العرف المتعارف عليه بالمجالس النيابية أو اللجان النيابية بمعنى أدق بمجلس النواب العراقي دائما كانت تكون بشكل توافقي يحصل بحسب الخبرة وما يتمتع به النائب من مؤهل علمي معين، هي اللي تحدد بالضبط ما هو اللجنة التي تكون أقرب له من اللجان الأخرى. فبالتالي هذه المسألة يصار حلها من خلال رئيس مجلس النواب العراقي، وأيضا من خلال معرفة ما هي الشهادة أو المؤهل الذي يحمله ذلك النائب، وكذلك ما هي الخبرة التي يتمتع بها حتى يكون أكثر فاعلية في هذه اللجنة من غيرها من اللجان الأخرى. إذن بمعنى أنه تشريعيا أو دستوريا، هل المشرع نص على هذه المسألة وقام بحسمها أو تنظيمها؟ الجواب عن ذلك كلا، وإنما هي مسألة عرف أو يعني نظام أشبه بالنظام الداخلي المتبع في مجلس النواب، ودائما يحصل بالتوافق بين أعضاء مجلس النواب العراقي. طيب دكتور محمد، العوامل تؤكد أن هنالك مخاطر حقيقية وواقعية قد تسبب بتلكؤ عمل هذه اللجان البرلمانية، بالتالي عندنا أو نحتاج أو هنالك ضرورة لإعادة هيكلة هذه اللجان، حيث أن من المعلوم أن رئاستها وعضويتها راح يمرر من خلال قوانين مهمة، خصوصا الموازنة الاتحادية. طبعا أجدد الترحيب بك وكذلك بالدكتورة الضيف الآخر وإلى جمهور قناتكم الوقرة. اللجان البرلمانية أستاذ أحمد هي يعني هذه قصة، قصة توافقية، قصة محاصصاتية، والآن دخلت القصة الأغلبية على اللجان البرلمانية. اللجان البرلمانية في العرف السياسي هي تقابل الوزارات الموجودة في الحكومة، يعني الوزارة التي هي إلى الحزب سين، اللجنة البرلمانية التي تراقب أداء وعمل الوزارة هي تكون لقصة الحزب صاد. وكانت هذه اللجان عندما تسمى داخل قبة البرلمان تسمى من ناحية الهيكل التنظيمي كأعضاء، لكن من حيث الرئيس تنتظر هذه اللجان تسميتها إلى حين تشكيل الحكومة، ومن يكون أي عضو من هذه الأعضاء ينتمي إلى الحزب يعني يكون يعني الذي هو ليس من الحزب الذي يكون في الوزارة. هذه حالة طبعا سلبية تحسب على النظام السياسي العراقي، تحسب على الأحزاب السياسية الماسكة في السلطة وفي المشهد السياسي. التحالف الثلاثي
والتيار الصدري عندما طرح فكرة الأغلبية في هذه الدورة ذهب باتجاه موديل جديد لتشكيل يعني اللجان البرلمانية، هي ذهبت باتجاه حصة الأغلبية البرلمانية التي كانت تمثل يعني الأغلبية داخل قبة البرلمان. طيب، والحكومة التي ينادي بها التحالف الثلاثي هي حكومة أغلبية، أي أن عمليا سوف يكون اللجان البرلمانية يتماهى ويتماشى عملها متسقا مع الوزارات ومن يسمى لإدارة الوزارات لأنها أغلبية. هنا لو مضى الأمر على الافتراض في هذه التشكيلة، أنا أعتقد سوف يقع النظام السياسي والأداء الحكومي والأداء التشريعي والرقابي في مطبات لا يحسد عليها أبدا أكثر من المطبات المحاصصاتية التي طرأت على اللجان البرلمانية. الآن وفق المتغير الجديد، وفق انسحاب التيار الصدري من مقاعد البرلمان له في داخل قبة البرلمان، والآن الإطار التنسيقي هو ماسك بحبال المشهد السياسي إلى حد ما، أنا أعتقد لابد أن تكون هناك عملية التوازن، مثل ما تكون هناك عملية التوازن في الحكومة لابد أن تكون هناك عملية التوازن في اللجان البرلمانية. بمعنى أدق أن اللجان البرلمانية من الممكن أن تذهب إلى الحزب سين والحزب صاد، لكن ليس بطعم ولون المحاصصة، يفترض بلون وطعم التوازن. ثانيا، قضية المهنية، يعني ما معقولة أنا ممكن يكون طبيب بيطري يذهب باتجاه لجنة مغايرة إلى تخصصه الدقيق، ولا ممكن أن يكون أستاذا جامعيا أكاديميا صعد بالانتخابات إلى قبة البرلمان أن يذهب إلى لجنة هي غير لجنة التربية والتعليم أو لجنة التعليم النيابية. طيب، هذه التخصصات يفترض أن تؤخذ بنظر الاعتبار عند تسمية اللجان، هاي في النقطة الأساسية. ثانيا، نقطة التوازن من الممكن أن تكون موزعة حسب التوازن المكوناتي الذي نص عليه الدستور وليس بلون المحاصصة. رئاسة اللجنة ومقرر اللجنة هما الاثنان اللذان يتحكمان بتحركات اللجنة تشريعيا وكذلك رقابيا. من الممكن أن يتم اختيار من هو الأكفأ على مستوى الأداء البرلماني ولديه خبرة برلمانية ولديه إمكانية بالاستجواب ومن الممكن لديه يعني إمكانية بالاستضافة ولديه إمكانية بالتشريع. هنا ليس يحكم التخصص الدقيق إلى اللجنة، أقصد هنا في الرأس من الممكن أن نذهب باتجاه المهنية في التشريع والرقابة إلى رأس هرم أي لجنة من اللجان. من الممكن أن تكون لجان منتجة، والبرلمان هو ليست برئاسته بقدر ما هو البرلمان بلجانه، هي من تحرك البرلمان، هي من تحرك القاعدة التشريعية، هي من تصوت على القانون المختص بهذه اللجنة أو تلك اللجنة، هي من تراقب أداء الوزارة المعنية أو الوزارات المعنية التي تذهب باتجاه المراقبة لهذه اللجنة. فبالتالي هذه المسألة هي مسألة معقدة. طيب، لا تختلف تعقيدها كثيرا دكتور. عن تعقيد تشكيل الحكومة. دكتور، هذا التعقيد يتحدث عنه الدكتور لاقيلي، يعني اللجان النيابية هل بما معناه راح تشهد خلال الفصل التشريع الجديد إعادة هيكلة، ضبط توازنات جديدة بالشكل اللي يرفع من وتيرة أعمالها ونشاطها التشريعي في المرحلة المقبلة؟ أعتقد أنه ينبغي أن يصار إلى هكذا إعادة هيكلة اللجان النيابية، وذلك لأنه أي عضو في أي لجنة إذا لم يكن مؤهلاً لهذه اللجنة فهو لن يكون عنصراً فاعلاً فيها، وبالتالي لا يستطيع بعد إذ يعني مجلس النواب العراقي أن يقوم بعمل الرقابي على عمل المؤسسات وكذلك على الوزارات. إذا كلما كان التخصص وكذلك الشهادة التي يحملها النائب والخبرة التي يتسم بها وكلما كان له دور فاعل في مجال معين كلما كان هو فاعلا أيضا في اللجنة التي ينتمي إليها، بمعنى أدق أنه ينبغي أن تكون هناك معايير دقيقة لاختيار الأعضاء في اللجان البرلمانية، وهذه المعايير ينبغي أن تؤطر في نظام داخلي لمجلس النواب العراقي، وحتى لا تخلق نوع من المحسوبية أو نوع من الإشكالات والخلافات بين أعضاء مجلس النواب العراقي، وأن يكون هنالك عدالة وأن تكون هنالك موازين وقيم في انضمام أعضاء مجلس النواب العراقي للجان
دون اللجان الأخرى. بمعنى آخر، يعني بمعنى أن يكون هنالك نسق معين يتم على ضوء اختيار عضو مجلس النواب العراقي للجنة معينة دون غيرها من هذه اللجان. والمتعارف عليه هو كما قلت لك أنه يكون ذلك حسب التحصيل العلمي الذي يتمتع به عضو مجلس النواب العراقي، أو الخبرة العملية أو الأكاديمية التي يتمتع بها حتى يكون أكثر فاعلية. يعني زميلي ضرب مثل قال إنه يكون هنالك شخص مثلا يكون هو يعني حسب على التخصص الدقيق. بالتالي الفصل التشريعي الجديد دكتور راح يشهد عمل نوعي للسلطة التشريعية يختلف عن باقي الدورات، هذا من المؤمل. والحكومة شكلها يوصف بحكومة خدمات، هنا بحاجة إلى تشكيلة لهذه اللجان تراعي وتراقب ولها القدرة والقابلية على استجواب الوزراء، باعتبار أن الخدمات متسقة بالمواطن والجهاز الرقابي يجب أن يفعل بشكل كبير. كيف تنظرين إلى هذه العلاقة الترابطية دكتور؟ الحكومة المقبلة هي سوف تتشكل في جو جدا دقيق، وبالتالي هي بحاجة بالفعل إلى أن تكون هنالك رقابة شديدة على عملها، بحيث يكون دورها فاعل ومنتج لما تؤديه من خدمة لهذا البلد، وبالتالي حتى يصار بالفعل إلى أدائها بشكل فاعل ينبغي أن تكون هنالك اللجان الرقابية في مجلس النواب العراقي هي أكثر جودة وأكثر قدرة على مراقبة أداء الحكومة في عملها. وهذه الرقابة حقيقة هي متعارف عليها في كل الدساتير وكل بلدان العالم، أن تكون هنالك رقابة على السلطات الثلاث تتمتع بها السلطة، سلطة مجلس النواب العراقي على الحكومة، أو وتكون هنالك رقابة عكسية من قبل الحكومة على مجلس النواب العراقي. وبالتالي فإنه ينبغي حتى يصار إلى أن تكون الحكومة حكومة خدمات وحكومة مؤدية لما يتطلع إلى الشعب العراقي، من أن تكون نزيهة، تتمتع بالنزاهة. أقول هذا الكلام بصراحة القول، إنه أن تكون بعيدة كل البعد عن الفساد واتهامات الفساد وما شابه. ينبغي أن تكون عليها رقابة شديدة، وبالتالي فينبغي أن تكون اللجان لجان فاعلة في مجلس النواب العراقي. إذن كيف نفعل هذه اللجان؟ علينا أن نعيد هيكلة بناء هذه اللجان في مجلس النواب العراقي، وأن يكون هناك نظام ينص على أن يكون كل عضو من أعضاء مجلس النواب العراقي يدخل في لجنة معينة بحسب مؤهل العلمي وبحسب الخبرة التي يتمتع بها، وحتى نبتعد عن موضوع المحسوبية أو النزاعات أو الخلافات التي ممكن أن تصار في أو تنهض بصدد هذا الموضوع. طيب دكتور محمد، يعني سد الفراغ عن نواب الكتلة الصدرية سيما وذا ما علمنا، وأشرت حضرتك بأنه كانت هنالك خارطة توزيع مهمة جدا وشرحتها حضرتك، هل راح يكون وفق الاختصاصات التوزيع الجديد أقصد وحجم اللجنة في مجلس النواب، أم سيكون وفق معايير أخرى؟ يعني حسب علمي يعني بالاختصاصات الدقيقة والتحصيل الأكاديمي والدراسي لأغلب أعضاء مجلس النواب، هم يعني بالشياع الأعظم هم سوف يتوزعون حسب الاختصاص، حسب التحصيل الدراسي، حسب الخبرة على اللجان. لكن هناك أعداد قليلة من أعضاء مجلس النواب لا يملكون تخصصات دقيقة، لا يملكون خبرة. هؤلاء سوف يكونوا يعني أرقام، مجرد أرقام في يعني اللجان النيابية، لأن لا يوجد لديه تحصيل علمي يمكنه من الأداء التشريعي والرقابي، ولا توجد لديه خبرة متراكمة باتجاه الأداء التشريعي والرقابي. التوزيع أنا أعتقد سوف يكون يعني لا يختلف عن لون وشكل التوزيع السابق في الدورات السابقة، لكن من الممكن يعني الحكومة التي سوف تتشكل بلون التوافق لا المحاصصة، أعتقد اللجان البرلمانية سوف يسري عليها ذات يعني السلوك السياسي الذي سوف يذهب باتجاه تشكيل الحكومة. لماذا؟ لأن ذات الكتل السياسية التي تمسك بحبال المشهد البرلماني التشريعي والرقابي هي التي سوف تتصدر المشهد في عملية تشكيل الحكومة. فبالتالي العملية التوافقية هي ليست عملية توافقية تختصر على تشكيل الحكومة، وإنما بشقيها التنفيذي
التشريعي. أما الاختصاصات التي من الممكن أن تكون عاملة، مرة يكون شخص عنده اختصاص وعنده خبرة لكن هو ليس شخص يعني متحرك، يعني ما عنده اكتيفية، يعني الاكتيف يعني داخل قبة البرلمان أو داخل العمل، أن يكون شخص خامل لا يحرك الكرسي الذي يجلس عليه داخل قبة البرلمان. ومرة نجد أن شخص ليست لديه خبرة وليست لديه مؤهلات لكنه يحب أن يطور حاله، يحب أن يعمل، يحب أن يحرك الأجواء، يحب أن يحرك المياه الراكدة، هذا من الممكن أن يخدم في أي لجنة من اللجان البرلمانية، أن يكون هو المحرك، أن يكون هو الليدر في داخل اللجنة البرلمانية. نحتاج إلى برلمانيين. من الممكن الكتل السياسية أن تتقاسم، أن تتحاصص، أن تتوازن في عملية توزيع اللجان، لكن نحن بحاجة إلى نواب لديهم القدرة العالية على تحريك اللجان البرلمانية من حيث الرقابة والتشريع. هذه الحاجة والتوزيع دكتورة في نصف دقيقة لو سمحتي، أكو ضابطة قانونية تجبر النواب أو رئاسة مجلس النواب على توزيع هذه الخارطة بشكل قانوني وما عداه يكون مخالفة؟ للأسف لغاية الآن لم يكن هنالك لا في الدستور ولا في القوانين ولا حتى في نظام الداخلي لمجلس النواب العراقي ولا حتى في قانون مجلس النواب العراقي خريطة معينة أو شروط معينة نظمها بما يتعلق باللجان الخاصة بمجلس النواب العراقي. ولكن عرف تعارف عليه أن يصار ذلك على وفق ما الخبرة التي يمتاز بها. أنا لا أخفيك، أنا أتفق مع الضيف العزيز، هنالك نوع من المحسوبية والعلاقات التي انتابت هذه اللجان في السنوات الماضية، وكان تشكيلها يقوم على أساس نوع من المجاملات والمحسوبية، ولهذا كان أداءها غير دقيق وكانت فاعليتها لا تكاد تنهض للمستوى المطلوب فيما يتعلق بالدور الرقابي لهذه اللجان. فبالتالي لم يكن مجلس النواب العراقي في الفترات السابقة بالمستوى الذي كان الشارع العراقي يتطلع إليه. نحن نتمنى ونحن كقانونيين نتمنى أنه يلتفت مجلس النواب العراقي لهذا النقص التشريعي وأن يضع هنالك نظام يبين فيه ما هي الشروط الواجب توفرها في تشكيل اللجان وعضويتها، وأن يصار ذلك على أساس أنه معيار دقيق ويكون هذا المعيار هو موضوع معيار موضوعي عادل ويكون متزن هذا المعيار وبنفس الوقت دقيق في اختياره. وأما فيما يتعلق بالأشخاص الذين لا يحملون المؤهل العلمي للانضمام إلى لجنة دون أخرى، فهنا في مثل هذه الحالة يمكن أن يؤخذوا ما هي النشاط الأقرب إلى يعني إلى أن يحققوا نوعا من العمل أو من الكفاءة في لجنة معينة أقرب إليهم من غيرهم من اللجان. هذا ممكن أن يؤخذ هذا المعيار الأخير إذا كان هذا العضو لا يتمتع بأي مؤهل علمي أو خبرة معينة. أشكرك شكرا جزيلا دكتور راقي الخزعلي، شكرا جزيلا حضرتك مرة أخرى الخبيرة القانونية، وشكر كثير حضرتك دكتور محمد الأقيلي مدير مركز شؤون العمل دراسات الاستراتيجية ثريت الحوار، وشكري موصول لكم مشاهدي أحبة على حسن المتابعة، في أمان الله.